رامي، سمعنا عن قصة برضو قريناها، واعتقد ان انت يعني involved او يعني ليك علاقة بيها، قصة الطفل اللي عنده يمكن 15 16 17 سنة، وهو اعتقد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقد، ولما لقى والدته يعني بعد فترة طويلة، لما لقى والدته من شدة فرحته مات، توفى. ايه التفاصيل بالظبط يا رامي؟ خليني اقول اصلح لك معلومة عشان انا يعني ابقى دقيق وحكايتنا كلها مظبوطة. الولد هو عنده حاجة وعشرين سنة، سواء يعني في اوائل العشرينات، ولكن هو زيه زي الاطفال، عمره في حياته مخرج من البيت، تقريبا ما بيسمعش. هو بيقول بابا وماما واسم تاني من اخواته، افتكر عمرو، بلاش يبقى يقينا عمرو، اسم اخ من اخواته. الطفل ده خرج من البيت لما لقاش والدته جوه البيت، خد بعضه ونزل يدور على مامته، تاه خلاص. لف ودار وراح في حتت كتير. اهل الطفل او اهل الشاب الله يرحمه بعتوا لنا صورته، بيقولوا يا جماعه احنا عايزين ابننا مفقود ومش لاقيين. فاحنا نشرنا صورته، فناس بعد فتره صورته لنا في حته، على ان هم شايفين واحد شكله مش واحد من الشارع وشكله معاق ذهنيا او من ذوي الاحتياجات الخاصه، فبعتوا لنا صوروه بعتوا لنا. فاحنا خدنا صورته وقلنا لاهله الحقوا الولد في المكان الفلاني، ادي صورته، هي ده ابنكم يا جماعه، ده ابننا. خدنا الصوره بتاع الناس، خدت بعضها وراحت على مكان الصوره، ما لقيتش الولد. نزلوا بعديها بفتره مره تانية، جالهم مكالمه تليفون، يا جماعه الولد اللي انتوا بتبحثوا عنه اللي هو ابنكم نايم عندنا في جنينه في الشارع، كل يوم بالليل بينام هنا. في واحد قلبه طيب جاب بطانيه واداها له عشان البرد. الناس راحت، الاخ والولد راح، امه وقفت بعيد شويه، واخو الولد هو اللي راح يصحيه عشان يتاكد ان هو ده الولد. فلما صحاه طلع هو فعلا. فمامته اول ما عرفت ان هو، راحت بتقول الله اكبر، ومن فرحتها رايحه له جري. الولد لما شاف مامته الفرحه ما ساعتوش، قلبه وقف من فرحه.